أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم برائدة الأعمال الجميلة والمميزة مدام سناء. شكرا. أهلا وسهلا مدام. أهلا فيك. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى بالبداية تعرفنا مدام سناء المزيد عنها وعن خبرتها الطويلة في المجال. أهلا وسهلا فيكم. اسمي سناء دي، جنسية بريطانية بس كما تلاحظون أصول عربية. أنا جيت الإمارات صار لي حاليا 17 سنة. صار لي فترة وأنا يعني أحب أني أفتح مشروع، فحسيت وبعد خبرتي وبعد كحرمة يعني حسيت أنه أحسن شيء كان بالنسبة لي هو التفكير مشروع يهم المرأة العربية. فحسيت أنه صالون نسائي كان من أفضل الأفكار اللي حسيت أني أقدر أنجح فيها وأقدر يعني أحقق مدخول إضافي كذلك. ففكرت أفتح صالون. سويت بعد الدراسات، فبحكم أني كنت أسكن في المنطقة حصلت أنه في صالون اللي إحنا متواجدين فيه اليوم اسمه صالون هيري بيري، كما تلاحظون عندي في الإشعار يجمع. حاولت أني أجمع فيه كل ما تحتاجه المرأة العربية. هو عندنا خدمات كثيرة، حاولت أني يعني صراحة أغطي الخدمات كلها اللي تحتاجها المرأة، لأني لاحظت مثلاً في المنطقة عندنا صوالين كثيرة بس شفت أن المنطقة ينقصها بعض الخدمات، وهذا شيء يميزنا كذلك في هالمنطقة. فهالصالون يعني فيه كما تشوفون في حمام مغربي، في كل ما يخص جمال الشعر، كل ما يخص تنظيف البشرة، عندنا واكسين، مساج، مانيكير، بيديكير، أظافر إلى آخره. يعني حاولت أني أغطي الخدمات كلها، لأني نفس ما قلت يوم كنت زبونة وأروح للصالون كنت أسوي شيء في هالصالون ولازم أطلع وأروح مكان ثاني أسوي شيء ثاني. فمن هنا جات الفكرة أني أوفر الخدمات كلها. مثلاً كذلك اللي يميزنا في هالمنطقة، أنا جبت موظفات من جنسيات مختلفة، عندي مغربيات، عندي إيرانيات، عندي هنديات، باكستانيات، فلبينيات، لأني حسيت أنا كامرأة يوم أروح للصالون إذا حصلت أنه في موظفة خبيرة شعر مثلاً نفس جنسيتي يعني أحس أنه في تواصل أكثر، يعني أحس أنها تفهمني وأفهمها يعني أكثر ما أني مثلاً أتواصل مع جنسية ثانية مش جنسيتي، فبيكون التواصل شوية أقل أو ما بكون مرتاحة لها أو ما بأثق في الـ يعني الشيء اللي بتسوي لي إياه مثلاً، فما بصدقها كثير نفس ما بصدق جنسيتي مثلاً. فلهذا فكرت أنه لازم يكون عندي في الصالون الجنسيات كلهم، والحمد لله توفقت في هالشيء. يوم تزوروني إن شاء الله بتشوفوا أني عندي الجنسيات كلها. كذلك المنطقة، أنا موجودة حالياً في مردف أبتاون. مردف أبتاون هي منطقة موجودة ما بين خوانيج والمزهى، شروق غروب، بما يعني أني عندي الكاستمرز أو كاستمرز مالي إن حاولت أغطي خلينا نقول أكثر جنسيات، يعني أكثر الجنسيات كزباين يعني. فأنا ما أشتغل بس مع مواطنات أو بس مع عرب، أو عندي أجانب، عندي كابين كروم الإماراتية، يعني عندي من الجنسية الأمريكية، من الجنسية البريطانية، من المواطنات، مغربيات، يعني هالمنطقة ما شاء الله عليها جمعت جنسيات كثيرة. ومن هالمنبر أود أن أتقدم بالشكر، بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد
الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، لأن الصراحة لولاهم ما قدرنا نوصل للي يعني ما بنقدر نوصل للي وصلنا له اليوم، لأن الصراحة بإرشاداتهم السامية وبالطموح اللي يعطوا شبابهم الإماراتيين استطعنا إحنا بعد ولو يعني كوافدين استطعنا أن نأخذ المثال منهم، وأتمنى التوفيق للقناة ABC وأتمنى التوفيق لكم جميعا، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا مدام سناء على هاللقاء الرائع والجميل، ونتمنى لكم نتمنى للصالون المزيد من التوفيق والنجاح. شكرا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.